سلام، وش تقولوا فيها؟ معجون تاع المندارين نحضروه من السم بأبسط طريقة، السلايز تاعو كذلك نعسلوهم ونديرو دي ميني جينواز على الأورانج، يعني شيء فاخر. ندوزو للمطبخ باش نبداو تحضير لا كونفيتور إن شاء الله. خديت المندارين ديالي غسلتها وتأكدت باللي راهي نظيفة، شللتها عدة مرات بالماء والخل. علاش؟ لأننا القشرة ديالها رانا رايحين نطيبوها ونصيغو، راهي رايحة تكون بزاف رائعة. من بعد دوكا نقشر المندارين ديالي، أنا شيتها سون بيبا ما فيهاش العظم. نقشرها كيفاش؟ كي نحيلها القشور نحطهم بجه، وهي نقطعها في النص باش إذا كاينة عظمة ولا نفاقدها. وندير كل كيلو تاع التشينا بلوتو تاع المندارين، كل كيلو نوزن 600 غرام من السكر، خليط بين السكر الابيض والسكر البني. المندارين تاكدت باللي ما فيهاش كامل العظم، ودوكا نضيف عليها فنجان من عصير البرتقال، ونوزن اكيد السكر كما فهمنا في الكيلو تاع المندارين. بعد ما نظفتها ونحيت لها القشور كاملين، ندير 600 غرام من السكر، نص بني ونص اكيد ابيض. نقول بسم الله. نحرك كامل هاد المندارين بما انني درت لها شويه تاع العصير، راهي رايحه تماسيري غابيدمون. نغطيها بان فيلم اليمونتير، ولكم الخيار تحبوا ديروا هاد العمليه ليله من قبل في العشيه في الليل، ديروا هاد العمليه وتغطوها بان فيلم وتحطوها بجيه. تحبوا ديروها في الصبيحه وطيبوها في المساء، ولكن ضروري نخلو الصفر هكذا دو تون الوغ نحركوه باش العمليه تكون سهله. المندرين ديالي الا تري بيان ماسيغي، راهي هايله معسله. ناخذ اون كاسرول تكون ثقيله وعلى نار هاد، نروح نحطها طيب وتكتك بلا ما نغطيها ابدا. ومن بعد كي نشوف باللي فريمون دابت وبدات تتقال، ما تقالتش تماما، نجيب ملعقه تاع الجلوكوز تكون معمره، نديرها هكذا، راهو رايح يكون قوامها رائع ابدا. ما راهيش رايحه يعني اسكاراميليز، تجي موزونه ويزيد يعطي لها واحد اللمعه من اروع ما يكون. ونضيف لها كذلك قبل ما نطفي عليها اكيد زوج مغارف تاع ماء الورد. المندرين ديالي طابت، راهي هايله ترانسبارونت. ودوكا نجيب مغرفه تاع الجلوكوز نضيفها، نخليها على نار مهيله تذوب، ونضيف كذلك قطرات من ماء الورد. المارمولاد تاع المندرين تاعي وجدت، ودوكا ما بقى عليا غير ميكسيها كما حبيتو. حبيتو تميكسيوها تماما ولا تخلوها كونكاسي، لكم الخيار. ناخذ القشور تاعي تاع المندرين ونحاول نحي لهم على قد ما نقدر هذيك الجهه البيضاء، وهي على كل حال مع كي نقطعوهم ونديرهم في لاكاسرول يتغلاو راهي رايحه تنقص تماما. نحكم هاد القشور ونقطعهم خيوط يكونوا رقاق، نتوما ومش ما حبيتوا الحجم هكذا. نديرهم كاملين دون جين كاسرول، نغليهم زوج مرات ثلاثه، تقدروا مام تبيتوهم ليله كامله هكذا، صباح ما راكوش رايحين تضطروا تغلوهم عده مرات. معناتها في لا جورني ديروهم وتبدلوا لهم برك الماء بلا ما تغلوهم، يعني طريقتان يجوا هايلين هكذا. نكمل كميه ونديرها دون اون كاسرول، نغمرها بالماء ونغليها لعده مرات، ونعاودوا نولوا لتتمه الوصفه. القشور ديالي تاع المندرين غليتهم ثلاث مرات ودوكا صفيتهم. دوكا نوجد لو سيغو اللي راني رايحه نحطهم يكملوا طياب ويتعسلوا فيه. راني رايحه ندير لهنايا نقول بسم الله كاس تاع السكر، نضيف معاه زوج كيسان تاع الماء، نخليهم فوق النار حتى وين يرفدوا الغليه زوج مرات، ومن بعد نرمي القشور ونخليهم فريمون يولوا ترونسبارونت، يولوا فريمون معسلين وطيبين بالطبع.
الوصفه تاع المعجون تاع المندارين لا مارمولاد دو ماندارين وجدت، ولي سلايس ثاني وجدوا وتعسلوا راهم يشهيو. معجون بيتي بدون مواد حافظه، قوام فقط رائع، تنسيمه تاع ما ورد ضافت له اضافه مذهله. حبيت نقولكم باللي المعجون اللي يتباع في لي غراند سيرفاس يعني قد ما راهو رايح يكون غالي، ابدا ما راهوش رايح يكون كيما هذا المعجون تاع المنزل، لان تاع برا مضاف ليه اشياء كثيره، وفي الاخير هو ماشي معجون، مجرد جيلاتين ومنسمات والوان. ننصحكم بهذه الوصفه، الوصفه اللي تقدروا تحتفظوا بها في المجمد وتجبدوها فاسيلمون. هو ما يتجمدش اصلا داخل المجمد، غير تجبدوه وتحطوه في درجه حراره المطبخ، راهو رايح يكون رائع مع خبز والزبده. واش نحكي لكم، وصفه رائعه تستحق التجربه، سهله والنتيجه تاعها فقط مبهره. باش نديرو لي ميني جينواز تاعنا الاورانج، ناخذ زوج حبيبات تاع البيض، نضيف عليهم نص كاس تاع السكر ورشه تاع الملح ضروريه يديرها لي نازيم. فوالا، رشه خفيفه، زيد انكور. فوالا، نضيف كذلك لو زيست تاع حبيبه تاع تشينا، وغير بان فوي ندوب كامل هذاك السكر. ودوكا نضيف عليه الزيت نص كاس بسرعة بسرعة بسرعة، ونضيف عليه كذلك نص كاس تاع عصير البرتقال، وضروري جميع المواد حتى العصير يكون درجات حرارة المطبخ. ننصحكم ترموا الحبة تاع البرتقال في الماء يكون ساخن، هكذا حتعطي لكم الكثير تاع العصير، وراهي رايحة فغيمون تكون سهلة في العصر. ودوكا مبقى ليا غير نزيد الفرينة اللي عندي منها كاس ونص مع 10 غرامات يعني باكي تاع الخمارة. ودوكا نجيب لي مول ديالي، حندير دي مول انديفيديوال، نعمرهم يعني النصف فقط باش ما يفيضوليش. نضبط درجة الفرن على 180 درجة بعد ما نكون سخنتهم قبل، وضروري تفقدوهم لأنهم فيهم كمية قليلة، راهم رايحين تمتم يطيبوا خصوصا فيهم عصير البرتقال. كما راكم تشوفوا معايا الوصفه ديالي وجدت، هامليك لي جينواز. درنا دو مول، هاد لو مول العجيب اللي الفتحه تاعو شويه كبر، وهدايا انايا باش نصارحكم فضلت هاد لو موديل اللي فيه غير هاد التجويف الصغير، حسيته خير، ولكن لكم الخيار. دوكاتيك اكيد كي دي موليتهم حتى وين بردو نحو شويه هذاك الزايد اللي منايا، ولا شفناها الحبات بومبات شويه في النص ضروري نعدلو لها باش القاعده تاعها تجي مليحه. ومن بعد واش ندير، ناخذ هذاك المربى الكونفيتور اللي وجدناها تاع المندارين اللي راهي رائعه. انا حبيت نستعمل المندارين، ولكن بكل بساطه تقدر تكون لا جولي، تقدر تكون اي معجون نتوما حبيتوا ديروه متوفر عندكم، يعني اذا ما وجدتوش كيما نايا الوصفه مع المربى هكذايا بيان بيان بيان. ومن بعد تحبوا ترمدوه في الجلجلان، تحبوا ترمدوه في اللوز محمر الله الله خارجين كامل لي سافور ديالو، تحبوا في لانوات كوكو، لكم الخيار. هكذا، واكيد في هذاك التجويف اللي خليناه نعاودو نعمرو بهذيك لا كونفيتور الله الله تاع المندارين. واش نحكي لكم، من اروع ما يكون. نكمل كامل لي جينواز ديالي، نعمرهم ونديرهم كما يلزم الحال، ونعاود نولو في النتيجه النهائيه ان شاء الله. يا
لي ميني جينواز ديالي كذلك جاو من انور ما يكون مع هذوك لي سلايز ولا كونفيتور. واش نحكي لكم، عطوني كميه وفيره 20 قطعه. الوصفه هذه كذلك تقدروا ديروها اون كورون مدوره كبيره دفعه واحده، راهي رايحه تجيكم يعني تحمر الوجه. وصفتي كانت بزاف بسيطه ونسمتها رائعه، الدنيا راهي معبقه بروايح تاع تشينا. نتمنى تجربوها ونتمنى تبارطاجيوها معايا على صفحتي في الفيسبوك صفحه فلا كويزين، ونتمنى تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.